السلام عليكم خياتي يا زوف لهونت. نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الف صلاه وسلام. خياتي كما قلت لكم في الفيديو تاع البارح، اليوم راني نسحقكم كامل ترفدوا يديكم معايا وندعيو بالشفاء العاجل لكامل المرضى تاعنا. كي كنت ناتي حدا دي لا فيديو دي لا فيديو جدًا سجد النهار ندغنو على طبيب نكي قد فيفا حوجا كنت تكلي اكل مثلا مسوم شطوح ثم قران غوردان ثاني كسان مارك وخام ثاني كسان فيفا سي ما ساكن مثلا مثلا فزم توكل فاس نكون تجيني كيدي انزعوم الشفاء اي موضان يقلنوك يقلنوك دي الدنيا تجيني اما قارف انا غامي فاذنا اسن ندعوك الشفاء ان شاء الله هدي في كاربيوك الشفاء غي موضان سلاجلا ان شاء الله. كما قلت لكم راح نعطيكم روتين خفيف تشوفوا ما لقيتش راني ندير في المونتاج وما رانيش نلقى الكلمات كيفاش نعبر ولا كيفاش نقول لكم. المهم على بالي بلي ماشي حاجه خفيفه ولا حاجه سهله، حاجه صعيبه بصح الواحد ديما يدير ربي في باله ويدير دائما بلي ان شاء الله راح يكون شفاء. هذا ما كان، وحبيت نقول لكم ثاني والله تتلف لي الهضره كني كنت دناتي حداي. المهم تبعمتي كي دير لا فيديو يا كني كنت تفينا شطوح لا روتين نخدم الصباح قد فيفا مقبل نروح على الطبيب لكن كنت دينا والله راقني نهضر قوم غادي فراش على خدمه فا كان كنت تشارك اكيد كنت لا فيديو يا كني كنت زعما تخدم اكيد كنت اين انا تواشلتي فغير اتيجي لا فيديو يا كني لكن مامي موضانو كي لاني كيدنا غتواجه نزرع بلي خير الموضانا ذي جيني كيدنا هذ خدمة ما منثني الكوراج هذ هكيا وبلي جي يمدانا دي خدم الكوراج خاص ما شاف يمانيس دي خدمة فراويس خاص ما شي فراويس دي خدمة في يمانيس فافاس في ما سفو يظن يظن. المهم الفعاضة ذي يجهد يجهد المخيس سوى سريع قافر جهجة كيس دي يزمع راكم تدينا تحذي. المهم خياتي خليكم مع الفيديو راح تشوفوا بعض اللقطات مع أبي في المستشفى وما تنسونيش بالدعاء كما قلت لكم من فضلكم. كني كنت دنيا عاتي حذية هي توجمة خراغ خراغ كيني ليزي ماجي كذفاق ذي من لاجي لوبيتال. المهمة تي حذية تسوم ثراغ الدعاء ذي كنز ما كنت دنيا. إلى هنا خياتي راح نخليكم مع الفيديو الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وما تديروش على الصوت تاعي راني تعبانه هاد اليوم الله غالب ذا قدين هي كاتي حداي نلحق دا ثقال على فيديو كنت دينا قمه ذي لهنا ذي ثلوث على فيديو ديت ان شاء الله في الامان.